مالك يا فؤاد؟ تايه ليه؟ وأني توها يا أمال، وأني توها. طلائك من الأمير حسن طير برج من دماغي. كل حاجة في الدنيا اسمها نصيب. أنت قتلتيني يا أمال. طلائي من الأمير حسن مش نهاية الدنيا، لا بالنسبة لي ولا ليك ولا حتى له. روح احلق دقنك واستحمى واضحك وما تفكرش غير في بكرة. بعدين انت لازم تلاقي حل في حكاية قعدك هنا في الأوتيل، وأنا هخلص شغلي واجي البيت من عيني. حاضر، أمرك. عايز حاجة يا فؤاد؟ صحيني الساعة. تأمر يا مدام. كويس قوي انك حلقت دقنك، شكلك كان بيوجع القلب. قولي، محدش شافك في الشارع حط ايده في جيبه وطلع مليم ولا نص فرنك ولا حاجة؟ بلاش استظراف. ها؟ أيوة، مش ههزر معاك، عشان الهزار ممكن يربي في قلبك انت عداوة. أنا لازم أكلم أمال ضروري جدا. ليه، في شيء؟ حاجة مهمة قوي ليا وليها. حفلة ولا غنوة؟ لا دي ولا دي. على كل حال يا جاية اليومين دول، تأمروا وخططوا براحتكم. شو هذا السر اللي ما بدك تخبرني اياه؟ ولا سر ولا حاجة ماما، إن شاء الله الناس كلها هتسمع عنه، بس يحصل، ربنا يسهل، ادعي لنا. قول ربنا يستر. حاكم كل ما اتفق هو وأخته على حاجة يجي لنا من وراها مصيبة. إيه يا جميل؟ مالك قاعد هادي وساكت كده؟ تعالي، تعالي الخال. تعالي يا جميل يا وحشتيني. ايه الامر ده؟ ايه الامر ده؟ ايه رايك بقى اخدك بكره ونروح جنينه الاسماك او جنينه الحيوانات؟ ها؟ عايز افرجك الغزاله والزرافه والنمر، ولا بلاش النمر عشان عندنا الاستاذ هنا في البيت. شو لوين من غير شر؟ زهقت من القعده في البيت، قلت انزل مع فريد شويه. خلاص؟ بقيت تحب السهر عندي؟ مره واحده كده عشقت صحبتي؟ خلاص مش عايز، بلاش. لا 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 لا، بلاش ايه؟ ده اهم حاجه انك تكفي البيت ده شر زعبيبك، خلي الجنان يطلع اللي بره البيت. طيب، وربنا هاني نجاد وفؤاد. مين هادي نجاد كمان؟ لا ده اسم خبط في وداني كده في الكازينو، قلت اسال عليه الاستاذ. ابنك بيستظرف، دمه خفيف، انت عارفاه. وانا هطلع فيك ايه بس يا استاذ كازانوفا؟ يا عم كازانوفا مين؟ امال فين يا ماما؟ عزمها الاستاذ محمد التبعي على العشاء. محمد التبعي؟ شو هو محمد التبعي؟ مقالة واحدة منه بترفعها للسما، ومقالة واحدة منه بتنزلها لسبع أرض.